قلوبنا جميعا المنطقة منطقة وجدة المنطقة الشرقية وما تحمله من دلالات اعتبارها منطقة حدودية. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là dans cette région à Oujda et la région de l'Est. بحال كما قال سهري c'est une région assez sensible. Donc ce genre de manifestation ne fera que la mettre en valeur. Merci beaucoup. تدريفي رئيس جمعية تضامن للتنمية والهجرة ومدير المهرجان الدولي للسينما والهجرة. احنا في إطار فعالية المهرجان الدولي تحت شعار السينما قاطرة للوساطة الاجتماعية. بالنسبة للبرنامج لهذه السنة ولهذه الدورة هناك مسابقتين. المسابقة الأولى في المسابقة الأولى تخص الأفلام القصيرة وكاين مسابقة ثانية تخص الأفلام الطويلة. بالنسبة للدول الفكرية غادي تكون موضوع حول الهجرة والإدماج الثقافي اللي غادي يأطر واحد مجموعة الأساتذة جامعيين وباحثين. كذلك هناك ورشتين. الورشة الأولى غادي يأطرها في الإخراج غادي تكون ورشة في الإخراج غادي يأطرها محمد عاد بن سودة، والورشة الثانية غادي يأطرها الممثل كمال كينزو. هناك ماستر كلاس اللي غادي يتكلموا مجموعة من السينمائيين من مغاربة العالم حول التجربة السينمائية العالمية ديالهم. كذلك هنا كان تكريم، واليوم عرفنا هذا الافتتاح لهذه الدورة، هذه كان تكريم لواحد مجموعة ديال السينمائيين اللي وضعوا البصمة ديالهم في السينما، من بينهم عبد الكريم قيسي كما قلت يعني غني على التعريف، هناك المخرجة الفرنسية سيمون بيتون، وكذلك هنا المخرج الممثل المغربي المقيم بلجيكا كمال كينزو، والممثلة المغربية المقيمة بإسبانيا. شكرا.